رجعنا لكم من جديد في الجزء الاخير من حس التايم اوت. التحق الفريق الكل من ملك الدوزي وحضمي بوشيبا. مرحبا بكم من جديد في من كان الامصط كما سميت انا الفقير. انا هاني سيكت عكسكت. كنا عملناها عمنيول مغصبين علي انا باش كنا عملناها اللعبه هذه عمنيول في الحصه نتاعنا. كنا مسمينها شد روحك انا وياك ومراد بن نافله ومحمد الهيشري يذكروا بالخير. هذاك من كان الامصط بالحق. حضرت انا حويجه اليوم والله لا والله ما حضرت شيء كالعاده. انا الفقره هذه ما شوف انا نضحك برشا وكي نقرا لكم نكته راني نقص عليها 100 مره وعاد تضحكني انا برك انتم ما تضحككمش. لا ضحك لي هي تو مجرد وجودي تو. اسمعني شنو رايك انت؟ شوف نعطيوك نكت انا وملك وانت تقيم بينات شكون الماست اكثر. انت محمد اكثر ما فيش والله فشلتكم. تبدا ملك ولا نبداو نكتب نكتة؟ اي هكا يعمل. قد عندك من نكتة؟ انا عندي 4 ولا 3. 3. انا عندي 5. باهي نبداو بمحمد. مالك نبداو بمحمد؟ اي علاش انا الاول؟ قال لك يا سيدي واحدة طلعت مع واحد في كهرباء في بي ام دبليو. باهي ما تقوليش اش هذا. ليه ربي معك. واحدة طلعت مع واحد في بي ام غزر لها قال لها نحب نصارحك بحاجة وما تتغشش بصراحة. هيك الطفلة تحسها وجهها لخلخ هكا مشى لوين جا لوين. قالت له شبيك شفم؟ قال لها راني معرس. وقالت له يعطيك طاقة وجعتني في بالي باش تقولي الكهرباء مكرية. معناها هي تفاجأت على خاطر باش تبان الكهرباء مكرية ما تفاجأتش خاطر معرس. لا البنات هذوكم بصراحة حاجة أخرى ما صاروش والله. ربي معاهم ما نحبش نحكي انا حد الان هذه مش ما استخدر ضحكتنا. اي نشوفوا تراهنت. قال لك فما واحد مش حاح ها عرس عرس يا اخي مشى شهر العسل لوحده. شنو هي ليه هو مش حاح؟ والله والله ضحكتني قاعد يخفف مريم ضري تو وزرت وسط ياسمين النكته. عندنا مخرجه بربي مريومه. انا مره فاتت قلت نوريكم مريومه ما ورتكمش مريومه. بربي مريومه التحق بينا التحق بربي التحق. تنجم تاخذ حذايا بحذا محمد اختار انت. مرحبا بك. مرحبا لا ما اقعد بجنبي اقعد بجنبي. اي بربي كانت ركحنا الكاميرا شويه في مريومه. اهيا مريومه على السلامه. مرحبا لاباس عليك لاباس. ها ضربوا سي بي واقف بجنب محمد هاك حلوه اصفر عامله فينا برشا برشا. هي بس تعرف متحملتني حذمي برشا. حليمي متحملتك برشا. باه هذه مريومه ان شاء الله تو نرمينا اخر الحصه زاد هذيك الصحه مريومه. شكرا لي ما احلاهم والله ما احلاهم الفتيات الجميلات. طاقه طاقه في الراديو ولا عطينا طاقه مزيانه والله. هي الخدمه عندنا من لا والله ما احلاهم ما احلاهم ما احلاهم. ربي بقى لي واحد واحد ضحكت عليهم زاد لما حالي فاتتك شويه. فاتتني شويه فاتتك شويه. ضحكتني ضحكتني النكته الحقيقه. اللوكاسيون بتاعي انا خير. لا والله لا ضحكتني. باهي يا سيدي قال لك فما واحد ليبي. خلينا لحظه خلينا نمشيو عادلين بنات وسادة المستمعين برب أنا هي خير الحقيقة. مريم التو تخمم ريتو علاش انا لا انا عارف صبعني امل وما هذاك علاش ما دخلش علي. قال لك فما تو ما جاوبتش راه. قال لك فما واحد ليبي شاف كعبة ثلج في يده عاد هو يمشي وهي قاعدة تقطر. طلك قاعد يطل عليها من اللوطة. قال والله نموت ونعرف منين قاعدة منين منقوبة الكعبة. باهي ما نجبدوش حتى اسم اخر المره الجايه محمد. باهي الامان. ناي اطلبوا السماح لو تعديوا النكته هذه يلا. باهي تعديوا النكته هذه. قال لك فما واحد يعدي في البرمي. يا اخي غزر له المونيتور قال له دور. يا اخي قال له انا لاهي نسوق دور انت. الحقيقه تعرفت علاش ضحكت انا؟ خاطر ما فهمتهاش. هو ليه عادي في البرمي. يا اخي غزر له المونيتور. قال له دور على اليمين. يا اخي قال له دور انت انا راهي نسوق. دور انت شوف ماشي بالك. دور انت واحدة. نعرف واحدة باش تعدي البرمي باش تعملها النهارين هذوما ديجا. ان شاء الله ان شاء الله. تونسي قال لمرته نحب برشا رومانسية الليلة في الدار. حضر روحك. عاد هي مسكينة ما فهمتش. مشيت لأمها قالت لها يا امي شنية الرومانسيه اللي يحبها راجلي الليل. قلت له بنيتي والله ما نعرف ما بري نفخ الحمص على ميت. ماشي في حاجتي بالحمص. بي 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 ها فما واحد اصلا ها عرس بمراه صالعة. يا اخي جابوا صغير سميوه شعراوي. نقمة هذه ولا النكتة ولا انت قلت بعد كده تغمر
كونسيبت ساعة ساعتها هي بساطة برشا ساعتها الآن شكون اللي ماشي أمسط ماشي في طريق المساطة أكثر أي لا مليكة مليك ماشي في طريق صحية حاي الحمد لله أنت هي نرمين ماشي بالها تعاون فيها الحمد لله مشيش خليك غادي من كان الأمسط قتلها هي يلا ذكرتني فك النكتة أي الحمد لله كيطلعنا تيف 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 يتكلموا زوز بالتيف قالك فما واحد عنده فيرما هو شد العساس نتاعو يسرق في العنب ربطه في التراكتور وبدا يكركر فيه عرضه رجل كبير هكا حكيم قال له عليه حرام عليك تكركر فيه منها قال له راني شديته يسرق قال له راه في الدين اللي يسرق راه نقصوا له يديه مش نكركروه يا رسول الله تلفت هكا للسارق وانتق مسكين قالوا برا يا معلم كمل كركر شي يهمك فيه بيه 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 ما عرفت ياسر زاد قالك فما ثلاثة قالك فما ثلاثة مجنة حبوا يهربوا من سبيطار مهبلة قالوا نعملوا خطة قداش ولد فينو النكتة قالوا كان لقينا السور طويل نقصرو كان لقيناه قصير نطولو كان ما لقيناهمش الزوز الخطة فشلت امبوسيبل هذوما المهبلة يا رسول الله يا رسول الله نحافظ على اللقب اليوم حافظة والله بجدارة اليوم نصيب الأسد ما قبل الأخيرة الحمد لله يا رب فما نساء مشاو الرحلة يا أخي تقلبت بهم الكار والله تسمى الله عليهم يا رسول الله ماتوا الكل يا رسول الله عاد رجالهم بكيوا عليهم جميعا كاملة حسيت وهم يبكيوا إلا واحد شد الروح مجمع يبكي قعد يبكي 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 قالوا له يا أخي شبيك يا أخي لدرجة تحب مرتك ما نسيتهاش ما نقلهم لا ماني قصيت لها في الرحلة وفاتتها الكار عليش 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 هكا عليش عليش حرام عليش حرام والله فما برشا والله لا فما برشا رجال يحبوا نساهم ويحترموا نساهم ويقدروا نساهم يقصولهم في الكار لا فما برشا زدار نساء قد نشوفها تحب في رجالها وتدلل في رجالها بالحق تقول مازال الخير في الدنيا مازال الخير في الدنيا والله هكا هو يعطيكم الصحة على البساط لا مازالك نعطيك النكتة الأخرى لا والله يزي من الأخرى نعطيك الكامل والله يزي قالك فما واحد في سبيطار المهبلة على ذكر المهبلة ملك الدوزي فما الطبيب هو في سبيطار المهبلة تعرفوها هذين تصور تعرفوها الكل يسمع فيك المهبلة ستة 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 نعرفوها هذه كل مها تعرفها تعرفها ملك تعرف انت وباش نحكيها رغم عن حتى المستمعين والله العظيم قالوا نعرفه والله تو نشوف شنو هي الحكايه ومن بعد ما غدوه كيف كيف يسمع 17 حاسدوا قعد حاير يوقعوا على الجو لا قال لا ما عادش فيها هاي كملوها 18 هكا هو قرر باش يمشي 19 شنو نوصي فيك انا 20 شنو نوصي فيك خاصيات حذيمي بوسيبة انها تشدش فرانيتها ما تسكتش والله ما عندها فرانيت بحق حذيمي كتب تحكي عبارة فيها هبتها محمد كمرة كما لقيت نكتة واحدة اخرى باش اشخلك حاسد مشي 21 روح نغني نورمال ما هي تاخذ زعيمة من كان كي مشي سيك الطبيب يا ملك طول خلخم طول من نقبة اسمع فيهم يغني 23 ثمانتاش هو حتى عينه فك النقبة ساعتاش هيك هواي 24 احنا مقدر وصلنا غادي في الحسين قد اتمزتوا من واحد وصلنا للخمسة وعشرين خمسة وعشرين ما زلت عندي كهوة قال لك فما واحد واحد بخير حال باتيسيري اسمك مع المشحاح والبخيل لحظه يا اخي هذه لي زكس نتاعك الكل كامل انونس حاجته بخدامه حتى المطلوب معناها كيفاش باش نقول موظفين مرضى بالسكر على سولي خاطر عنده باتيسيري هو مشحاح باش ياكلوش 27 لغناء 27 عشان نعملوها مع بعضنا 28 ولا انا وياكم ليك من 17 18 19 مع بعضنا ونخرجوا ديريكت نروحوا لعبه 17 18 19